باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. انجيل النهارده بيكلمنا عن النهايه، والحقيقه هي عشان نهايه السنه القبطيه كل سنه وانتم طيبين بنتذكر نهايه العمر، بنتذكر كلنا ان الدنيا دي هتتساب وكلنا لازم نبقى مستعدين. عشان كده مفيد ان احنا نتكلم النهارده عن حياه الاستعداد. المفروض الواحد بيستعد لابديته، المفروض حاسس ان يوم من الايام ربنا اداني هبه اسمها مكان في السماء لازم احافظ عليه. لما يكون طالب متفوق أستاذه في الجامعة قال له أنا هخرجك معيد، هتطلع معيد بس حافظ على مستواك، ويجي الأخ ده ما يحافظش على مستواه، أستاذ الجامعة ما يلاقيش نتيجة إن هو يديله درجة فيهبط مستواه ويطلع. الله ادانا السماء وقال لنا حافظوا على روحياتكم وحافظ على مكانك اللي أنا اديتهولك، خد بالك اوعى يطلع منك، اوعى تضيعه. اباكم سر ان يعطيكم الملكوت، وما دام ابويا وهبني ملكوت لازم احافظ عليه. انما احافظ عليه ازاي؟ تعالوا نتكلم في بعض النقط البسيطه عشان وقت قداسنا. لازم نعرف ان اللقاء مع الله مخوف جدا. قال لنا الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. مخيف. مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. أحيانا نتكلم كتير ودي حقيقة عن محبة ربنا وده جميل. الله حنان. الله في حنو علينا بحبنا. الله في حنو علينا باع كل حاجة وساب السماء، أو ساب السماء وجه عشان يموت عشاننا. بالأولى أنا كمان أبيع الأرض عشان أكتسب السماء. بنتكلم عن حنو الله، بنتكلم إزاي ربنا كان حنين قوي على السامرية وجابها، وإزاي قبل اللص اليمين في آخر وقته وخد الفردوس، إزاي راح يزور واحد في بيته اسمه زكا ورده، وإزاي كان يقول يصنع خير. كل الكلام ده كان جميل عن السيد المسيح. إنما في وقت في حنو الله على الأرض وفي طول أناته زي ما قال الكتاب التي تقتادنا إلى توبة، هيجي وقت يبقى الله فيه عادل. الله هو الديان العادل. هيجي وقت والله عادل في رحمته على الأرض، أو رحيم في عدله على الأرض، وعادل في السماء. ما ننساش النقطتين دول. يعني دايما بنعتمد الله دايما رحيم، بس الحقيقة في وقت ربنا هينصب الميزان. هينصب الميزان، لازم الكفة بتاعتك تبقى راضية ربنا، لازم تبقى حياتك راضية ربنا. مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. بنتكلم عن ابن الضال كتير ونقول له أبوها قبله. فعلا ربنا عاوزنا، ربنا قال كده أنا عاوزكم، أنا نفسي أديكم الملكوت، بس خدوا بالكم وأنا نفسي أديكم الملكوت. جاهد جاهد عشان تبقى أنت الوارث الوحيد اللي محدش ياخد منك حاجة. جاهد وخد بالك ان ممكن تطير منك السماء في لحظة وانت مش حاسس. مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. يوم من الايام يوحنا الحبيب كان بيتكي على صدر المسيح. قبل ما يتقدم السيد المسيح للمحاكمة عمل العشاء، وقعد يوحنا يتكي على صدره وقال له يا رب مين؟ وفي سفر الرؤيا يقول لما شافوا مهيب، لما شافوا في منظره المهيب جدا، بيقول سقطت عند رجليه كميت. يا يوحنا ده انت اللي كنت بتتكي على صدره، ده كنت حبيبه. قال بس الموقف مختلف،
الموقف مختلف دلوقتي، الموقف مختلف جدا. ده إشعياء مرة قال ويلو لي اني هلكت، انا شفت ربنا انا هلكت. فجيه واحد من الملائكة ومس شفتيه عشان يعبر هذه الأزمة. احنا لازم نحط في اعتباراتنا النقطة دي، ان الوقوف قدام الله مخيف. الا الانسان اللي أرضى ربنا في اعماله يبقى داخل فرحان زي القديسين اللي اعيادهم واللي ذكراهم واللي احنا بنحتفل باستشهادهم، اعياد استشهادهم، وبنحتفل بالسنة القبطية وبنقول قد ايه قد ايه كانوا بيروحوا للعذابات وهم فرحانين، قد ايه بقدموا رؤوسهم عشان تطير رقابهم عشان ياخدوا السماء. بعض الاباء الاحباء تأمل قال لما استفانوس اترجم وبولس رجمه اللي هو كان شاول، وبعدين سافر السماء استفانوس لما رجموه، وبعدين بولس سافر السماء كبولس لما تلاقوا مع بعض. بولس او استفانوس قال لبولس ايه التأمل اللي قاله له؟ قال له اشكرك انك رجمتني عشان جبتني السماء بدري عشان اشوف ما لم تره عين ولم تسمع به اذن. اكيد اكيد كان بحبه لانه عمل فيه كده. عشان كده الكنيسة بتقول صلوا لاجل الذين يسوؤون اليكم ويضطهدونكم. صلي له واصفح عنه، صلي له عشان الشيطان اللي فيه يبعد، صلي له عشان صلواتك تحوله من ذئب الى حمل، صلي له عشان يوم من الايام ياخد ربنا زيك ويعرف ربنا ويعرف ان الدنيا دي متسابة. كل اللي بيعملوه دول، يا ما شفنا ناس عذبت ناس، انما ونسمع في سير القديسين في السنكسار ناس عذبت ناس، انما لما شافت ايه اللي بيحصل ده رجعوا للمسيح تاني، رجعوا للمسيح لانه شافوا القوة دي. مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. لازم نحط في اعتباراتنا ان الملائكة تغطي وجوهها من بهاء مجده وبهاء عظمته. عشان كده وانا حاطط في اعتباراتي انه مخيف في وقوع في يدي الله، لازم اعمل حسابي، لازم حساباتي تبقى بيضة، لازم صفحتي تبقى بيضة. في آية في سفر الجامعة بيقول لتكن ثيابكم بيضاء. تكن ثيابك بيضة يعني حاسب يكون فيها بقعة، حاسب في هدومك وانت طالع السماء تبقى فيها بقعة، حاسب من دي، حاسب ان انا وانا طالع في السماء يبقى علي دين لسه ما سددتوش، حاسب وانا طالع السماء يبقى في حد زعلان مني او انا زعلان من حد وما تصفتش معاه، حاسب. لانه مخيف هو الوقوع في يدي الله العادل. ولازم نحط في اعتبارنا حاجة مهمة جدا، ان الله ليس عنده محاباة ابدا. لا تقول لي كنت في الكنيسة بخدم ولا خادم ولا اكليروس ولا من كلام ده ابدا. ده ربنا في سفر الرؤيا 7 ملائكة كنايس قال لي كل واحد فيهم عندي عليك، كل واحد فيهم قال له عندي عليك، عارف اعمالك. يعني ما تحاولش تقول انا بخدم وانا بقدم وانا بدي، جميل قوي وده مطلوب، بس الخدمه بتاعتك بتقدمها ازاي؟ قلبك وانت بتخدم شكله ايه؟ بتخدم عشان الذات والمظهريه وبتدي عشان كده، ولا الحقيقه قلبك منكسر نفسك تخدم والناس تشوف صوره ربنا فيك؟ وانت بتعترف بتخبي نص الحاجة عشان تقول بس اللي يظهرك قدام ابونا بشكل كويس، وناسي انه في حاجات لسه ما طلعتهاش تعباك. عشان كده لما بتيجي تصلي مش بتعرف تاخد بركة، ولما بتيجي بتصلي بتطلع من الصلاة وانت لسه تعبان، ولما تروح تعترف بعد ما ابونا اديلك الحل بتطلع مش مبسوط. ليه؟ أصله في خطية كامنة لسه وأنا بحاول أدريها أو بحاول ألف حواليها عشان ما أقولهاش، وبحاول أبرر ذاتي فيها
اصل هم عملوا كان المفروض ما يعملوش، وده كان رد فعل. سيبنا من كل الكلام ده، الكلام ده ما يوصلناش السماء، الكلام ده ياخد مننا ابديتنا، الكلام ده يضيع مني ابديتي. انا ابديتي مهمه، لاني مخيف هو الوقوع في رضي الله، والله ليس عنده محاباه. الله ما عندوش محاباه. ده لما بني اسرائيل زمان تعبوا ربنا فتره، وربنا انهارهم ونهاهم وبعت لهم انبياء، قال لهم بصوا ما فيش غير السبي بقى، انا هسلمكم للسبي، هيتأدبوا في السبي. 70 سنة مأسورين، لدرجة المزمور يقول على انهار بابل هناك جلسنا، فبكينا عندما تذكرنا صهيون. ازاي انسى ربنا؟ ازاي افتكر ربنا وانا في ارض غريبة؟ المزمور بقول كده. فربنا بقول لك النهاردة حاسب، حاسب واحذر. الانجيل بحذرنا، بحذرنا ان الابدية تبقى قدامك وممكن تضيع منك، تبقى قدامك في اخر لحظة، تبقى زي اللي قال عنه بولس الرسول ديماس قد تركني لانه احب العالم الحاضر. الحاجة الوحيدة اللي تخليك تفقد ابديتك العالم الحاضر، محبتك للعالم، بصتك للعالم. انا عايز اقتني في العالم. لا حبيبي، احنا بنقتني فوق. عشان كده واحنا طالعين ربنا يدي العمر للكل، الكتاب يقول من الطالعة من البرية معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر مستندة على حبيبها يسوع. توصل كده الملاك يقول لك تفضل، انت عندك ايه؟ ده انت لابس المسيح، خش. جسد المسيح ودمه اللي بيطهرك من كل خطية. المناولة انت بتعمل فيها ايه؟ شكلك وانت بتتقدم للمناولة، سامحوني ده احيانا احنا بنزق بعض واحنا داخلين نتناول، ما يصحش كل الكلام ده. احنا بنحب بعض، اللي لسه عنده حد تجاه حد لسه المحبة مش كاملة يراجع نفسه، يراجع نفسه. اصله خد بالك من حاجة مهمة، يوم الرب يأتي كلص، ما بنعرفش ده جاي ازاي وامتى وفين. ونسمع عن راجل كبير السماء سافر، وابن صغير سافر السماء، وخليط كده ما نعرفش مقاصدك ايه يا الله. هي مقاصدك للخير، لكن لازم نحط في الاعتبارات ان احنا في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان ويغلق الباب. نسمع من العزارة، كانوا 10 عزارة انما فيهم 5 مش جاهزين، حاطين في اعتباراتهم ان احنا في الكنيسة بس جاهزين. حقيقة الامر ما فتشوش ذواتهم كويس، ما بصوش لانفسهم كويس، ما نوروش كشاف على القلب وشافوا ايه اللي بايظ فيه عشان يصلحوه، ما دوروش كده في المحبة وشافوا ايه اللي ناقص فيها عشان يكملوه، ما عملوش كده. عشان كده لما يغلق الباب كلمة لا اعرفكم صعبة قوي، تقول له كذا وكذا وكنت وعملت وسويت وانا وانا وانا، يقول لك لا اعرفكم، صعبة صعبة. عشان كده كلام في الانجيل ده النهاردة سامحوني في نوع من الشدة، بس في نوع من التذكرة، عشان ناخد بالنا، عشان نصحى لأبديتنا، عشان نعرف ان العمر هينتهي. أردنا ألا ونم نرد، إنما لازم أحط في اعتباراتي أبديتي، لازم أحط في اعتباراتي، لازم أقف قدام ربنا وأنا ثيابي بيضة، لازم، ما فيهاش بقعة، ما فيهاش. ده أنا ما أقدرش أطلع ببقعة في قميصي أو فستاني وأنا خارج من البيت. إزاي يعني أقابل ربنا وأنا في بقعة كتير في قلبي؟ عايزين نطهر كل ده. عايزين نعرف ان كل عمل بنعمله بيمحص بالنار، كل عمل قدام ربنا بيفحص كويس. ربنا ما بعديش، ربنا من رحمته ساتر علينا، بس ربنا من رحمته احنا على الارض ساتر علينا، انما كل الاعمال امام الله بتتحسب، والله مش بينسى ابدا تعب المحبة. والميزان اللي بنتكلم عليه وبنتحاسب عليه يجي عملت يا حبيبي، كنت مريضا، كنت عطشانا، كنت جوعانا، كنت عريانا، عملت ايه؟ زرتني، سألت عني،
بما انكم فعلتم باحد اخوة الاصاغر ده كفه الميزان، كفه الميزان ده اللي احنا هنتحاسب عليه. وربنا قال انا عايز حاجتين بس، حب الله وحب الناس. يوم ما تحب ربنا هتعمل اللي يرضيه، تبقى الوصيه سهله عندك. ويوم ما تحب الله هتحب الناس حتى اللي بيأذوك، هتقول انت يا رب حبيت اللي أذوك وحبيت ودفع وصليت لهم. استفانوس قال له لا تقم لهم هذه الخطية، وانت يا رب قلت لا يفعلون ما لا يدرون، مش عارفين حاجة. احنا عايزين نعذر اخواتنا اللي بيغلطوا فينا، عايزين بمحبة نقول يا رب ادينا احتمال، ادينا اتساع قلب عشان احتمل صغار اخويا واحتمله واحبه. ايماننا اعمالنا تفحص بنار. لازم اعرف ايماني اللي انا بقول عليه باستمرار ده، الايمان اللي انا بتكلم عنه انا مؤمن وانا ارثوذكسي، فين حبيب اعمالك ديت؟ اعمالك تظهرك، الكتاب قال كده، اعمالك تظهرك. عشان كده حط في اعتباراتك ان يوم من الايام كل اعمالك تفحص او تمتحن بنار. والحقيقه النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها، الحقيقه السماء تستحق مننا كلنا ان احنا نجاهد علشانها. السماء تستحق مننا سكن السماء الجميل. بولس الرسول يقول ما لم تره عين، طب ما احنا نفسنا نشوف الكلام ده. ما لم تره عين ده انا هتمتع بربنا يكفيني. معك يا رب على الارض هنا لا اريد شيء، اذا كنت انا على الارض معك لا اريد شيء، يبقى في السماء عايز مين تاني؟ عايز ربنا. لغة التسبيح، لغة الملائكة. السماء تستحق مننا الجهاد. جاهد في صلاتك، جاهد في صلاتك، ما يبقاش كل الكلام كلام مسترسل وعدي. دور في صلاتك. داود النبي قال له أمل يا رب أذنك واسمعني، أمل أذنك، انزل يا رب وط شوية، سامحني يا رب وط شوية يا رب واسمع، اسمع اللي أنا بقول لك عليه. ده مرة داود النبي قال له يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، وفي آخر المزمور يقول له إيه؟ كثيرون قاموا علي، لا قالوا لي ليس له خلاص بإله، لا ده أنت مجدي ورافع رأسي. الكلام ده يا رب أنا حتى لو قلته لك أنا بس بقوله لك من ضعفي، إنما أنا واثق إنك مجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. ده اللي عايز يصلي من قلبه، انا داخل مهزوم يا رب، لا ده انا قدامك هاخد النصرة منك، هاخد النصرة منك يا رب، انت بس اللي شغلني. في حادثة التجلي والتلات تلاميذ اللي كانوا مع السيد المسيح في التجلي حصل ايه؟ لما شافوا وجه المسيح تغير وابتدى يلمع بيقول سقطوا على وجوههم، فالمسيح رفعهم كده هم التلاتة قاموا. الكتاب بيقول لم يروا إلا يسوع وحده. أنا اللي شغلني في صلاتي يسوع بس، أنا اللي شغلني في صلاتي مش فكري اللي واخد ياخد ودي وأنا بصلي. روح وشوف العالم إيه اللي شغلك بعد ما تصلي، أصلا أنا هعمل وأساوي. لا حبيبي أنت لم ترى إلا يسوع وحده. ركز، ركز في صلاتك وركز في إنجيلك، ركز في مناولتك وافحص ذاتك. أنا بتناول كتير جميل، بس وانت بتتناول ركز، وانا بتناول انا غضبت مين وزعلت مين وما عملتش اللي يرضي ربنا ليه؟ عشان افحص ذاتي، عشان احافظ على ابديتي، عشان اعيش كما يحق لانجيل المسيح. لله المجد من الان الى الابد، امين. Eu bi o ai bi o ai kata bi vrani menara ti ente bi kristos arbre se vineri